بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سعيد برقيكم مرة أخرى في شرح جديد من شروحات انفورماتيك نيوز تي في. في الفيديو غادي نقوم بحل التمرين الثاني صفحة 202 من كتاب المفيد في الرياضيات حول درس معادلات مستقيم. إذا أمامكم نص التمرين. إذا أول حاجة، وقفوا الفيديو، حاولوا تخدموا التمرين بوحدكم، ومن بعد كملوا الفيديو باش تستافدوا أكثر من هذا التمرين. كما أطلب منكم كذلك نشر الفيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي كيقراو معكم في القسم، أو إلا عندكم شي مجموعة على الواتساب أو جروب في الفيسبوك، نشروا فيه بحال هاد الفيديوهات، سواء الفيديوهات ديال القناة ديالنا أو قنوات أخرى اللي كتقوم بنشر الدروس، لأن التلاميذ في أمس الحاجة لشروحات الدروس والتمارين. إذا تبعوا معايا الحل ديال هاد التمرين. إذا نعتبر المستقيم دلتا ذا المعادلة y تساوي x على 2 زائد 1. إذا هذه معادلة مختصرة للمستقيم دلتا. السؤال الأول، حدد قيمة العدد ألفا بحيث تكون النقطة أ ذات الإحداثيات 2 ألفا، 2 ألفا هذا الأصول ديال النقطة أ، و 4، 4 الأرتوب ديال النقطة أ، تنتمي إلى المستقيم دلتا. إذا بحال حنا عندنا واحد المجهول اللي هو ألفا، بغينا نحدوه بحيث أن هاد النقطة أ خاصها تكون كتنتمي للمستقيم دلتا اللي عندنا المعادلة ديالو. واضح؟ إذا السؤال الأول، إذا باش تنتمي أ المستقيم دلتا فهي خاصها تحقق لنا هاد المعادلة. إذا لدينا دلتا المعادلة ديالو كنكتبو على الشكل y تساوي x على 2 زائد 1. واضح؟ إذا هذه هي المعادلة المختصرة لدلتا. إذا عندنا النقطة أ ذات الإحداثيات 2 ألفا 4. إذا لكانت كتنتمي الدلتا فهي خاصها تحقق لنا هاد المعادلة، يعني y أ خاصو يساوي x أ على 2 زائد 1. واضح؟ يعني أن y أ تساوي x، غنعوضوها ب x أ على 2 زائد 1. واضح؟ إذا أ باش تنتمي المستقيم دلتا فهي خاصها تكون في المعادلة ديالو، خاصها تحقق المعادلة ديالو. إذا y أ عندنا هي 4 تساوي y أ، غنعوضوها ب 2 ألفا على 2 زائد 1. واضح؟ إذا هكا حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، بقات عندنا ألفا هي المجهول في هذه المعادلة. إذا الحل ديال هذه المعادلة غيعطينا ألفا شحال كتساوي، وبالتالي غنكونو جاوبنا على السؤال. إذا هنا غادي نحاولو نختازلو ونبسطو هذه المعادلة. إذا هنا لاحظوا عندنا 2 على 2، إذا 2 غتمشي مع 2 غتبقى لنا ألفا. إذا هنا باش نخليو ألفا في هاد الطرف، واحد نحولو للطرف الأول، إذا غتبقى لنا هنا 4 زائد 1 غتولي ناقص 1 تساوي 2، قلنا مشات مع 2 بقات لنا هنا ألفا. إذا 4 ناقص 1 هي 3 تساوي ألفا. إذا ألفا تساوي 3، 3 تساوي ألفا، أو ألفا تساوي 3 بحال بحال. واضح؟ إذا أ تساوي بربي كذلك تساوي. إذا حنا لقينا القيمة ديال ألفا هي 3. إذا هذا هو المطلوب منا في هذا السؤال. ثم السؤال الثاني، حدد المعامل الموجه للمستقيم دلتا. إذا المعامل الموجه للمستقيم دلتا كيف ما شفنا في التمرين الأول، شفنا كيفاش كنلقاو المعامل الموجه. المعامل الموجه هو اللي كيكون بحال هنا في هذه المعادلة، المعامل الموجه هو اللي كيكون معامل ديال إكس، هو اللي كيكون لاصق مع هاد إكس. شفتو؟ عدد في إكس، عدد في إكس، هذاك العدد هو المعامل الموجه كيتسمى، أو الميل ديال المستقيم. إذا حنا عندنا المعادلة مكتوبة على شكل دلتا y تساوي x على 2 زائد 1. إذا ما تخلعكمش هاد x على 2، حنا خصنا نرجعوها ضرب، يعني y تساوي هاد x على 2 راه هي 1 على 2 في x، 1 على 2 x، x اللي ضربناه في 1 تعطينا x. واضح؟ إذا مكتوبة على الشكل،
واحد على اثنان اكس زائد واحد، واضح؟ اذا هنا تبين لنا المعامل الموجه، اذا المعامل الموجه او الميل راه هو واحد على اثنان، اذا هذا كيتسمى الميل او المعامل الموجه كيف ما شفنا في الدرس، وهذا كيتسمى الارتوب عند الاصل، واضح؟ اذا المعامل الموجه لمستقيم دلتا هو واحد على اثنان، واضح؟ اذا هو المعامل الموجه للمستقيم دلتا. ثم السؤال الثالث، انشئ المستقيم دلتا. اذا مطلوب منا ننشئ المستقيم دلتا، اذا غادي ننشئ في معلم متعامد، ما طالبينش منا واش هو منظم او لا، اذا حنا غادي نديرو معلم متعامد. اذا هنا محور الافاصيل يكون عمودي على محور الاراتيب، وهذا محور الافاصيل، اذا غادي نحاول ندرجو تدريجات على هذا الشكل، ثم ندرجو محور الاراتيب. نقدر ناخذ واحد سنتيمتر، نقدر ناخذ نصف سنتيمتر، جوج سنتيمتر، ماشي مشكل، حيت ما مطلوبش منا ان المعلم يكون منظم. هنا في هذه الحاله درت معلم متعامد منظم. اذا نتوما حاولوا دائما تعودوا على هذا المعلم المتعامد المنظم، حيت هو اللي غتبقاو تستعملوه في السنوات القادمه ان شاء الله. اذا هنا او، هنا اي، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هنا ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ناقص ستة، هنا عندنا جي، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هنا ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، واضح؟ إذا حنا لقينا أن أ كتنتمي دلتا. اذا الاحداثيات ديالها شنو هما؟ هما اثنان الفا اربعة كتنتمي لدلتا. اذا حنا لقينا ان الفا كتساوي ثلاثة، اذا بحال جوج في ثلاثة، جوج في ثلاثة هي ستة، اذا ستة اربعة كتنتمي لدلتا. اذا هذه نقطة لقيناها من خلال التمرين، لقينا ان النقطة ذات الاحداثيات ستة اربعة كتنتمي لدلتا، اذا غادي نرسموها، واضح؟ اذا 6 4، اذا غادي نديرو العمودي على محور الافاصيل، والمار من 4 دينا لهذا الشكل، ثم الارتوب هو 4، اذا هنا تقريبا غيتقاطعوا هنا. اذا هذه هي النقطه ا ذات الاحداثيات 6 4. إذا عندنا نقطة واحدة، نقدرو ناخدو نقطة أخرى، إذا مبغيناش نستعملو هذه، نقدرو نستعملو نقط أخرى. غادي نديرو واحد الطابلو على هذا الشكل، هنا تكون عندنا في إكس وهنا إكغيك، واضح؟ إذا كنعطيو إكس قيمة وكنلقاو إكغيك. إذا مثلا لعطينا لعطينا هنا إكس عطيناها صفر، إذا غنعوضو إكس بصفر ونشوف شحال غنلقاو إكغيك. إذا صفر على جوج هي صفر، صفر زائد واحد هي واحد، إذا لعطينا إكس صفر إكغيك غنلقاو فيها واحد، إذا صفر واحد النقطة ذات الإحداثيات صفر واحد غادي تنتمي ل ل ل لدلتا، إذا صفر واحد، صفر هو هذا، واحد هي هذا، إذا هاد النقطة غيمر منها مستقيم، إذا لقينا جوج نقاط، إذا كافيين باش نلقى باش نديرو المستقيم. إذا بغينا نقطة أخرى مثلا، إذا لعطينا إكس مثلا عطيناها واحد، شغنلقى نعطيوها حنا جوج باش تبين لنا، باش تجينا جوج على جوج هي واحد، باش تسهل علينا الحساب ديالها. اذا اللي عطينا اكس جوج، هنا جوج على جوج هي واحد، واحد زائد جوج هي جوج، اذا الارتوب غيكون كذلك جوج، اذا جوج جوج حتى هي كتنتمي للمستقيم دلتا، واضح؟ اذا حنا نكتفيو غير بهاد النقاط، اذا هادو كافيين باش نرسم مستقيم، خصني فقط جوج نقاط.
إذن هذا هو المستقيم دلتا، إذن هذا هو الإنشاء ديالو بشكل سهل جدا. إذن كفي أننا ناخذ جوج نقاط باش ننشأو المستقيم. إذا وصلنا إلى نهاية هذا التمرين، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش كما قلت لكم الله يجازيكم بخير، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم لأنهم في أمس الحاجة لفهم هذه الدروس. إذا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. أضرب لكم موعدا في الفيديو القادم إن شاء الله مع درس جديد وتمارين جديدة. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو كيف ما قلت لكم، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.